Donc, allez, c'est la chambre froide. Oui. C'est la chambre froide. رانا على كل حال في هذو شهرين هذو رانا عمرناها هذه بلان الله يبارك هذا تذوق لحظة فتحت عنها زرناها كي كانت مشروع عندها واحد خمس شهر نعم فوالا وراك عند الوعد تاعك عند الوعد تاعي صافي دوم ورانا نخدمو ورانا دون لي زونفيرون دو 120,000 clients. Donc, في الحال اللي كانوا في الرشايقة وهنا في حمادية وفي بوغارة كان الإنتاج تاعهم يديوه قالوا لي بليدة الألجي. بومرداس وبليدة. بكريواه صح. آه. بكريواه. كاين انشغالات نهضروا على كل حال اللي لازم نطرقوا عليها. تفضل. سيدي الولي كاين انشغال كبير. احنا دخلنا في ذا الميدان واكتشفنا أمور كبيرة وما هي؟ هنا اكتشفنا بلي عندنا إنتاج كبير. منها اللي يستغل يروح كما قلت الولي يخرج الولايات وحده اخرين وما نعرفش انا وين يروح المهم للوطن بوم للوطن الوطن يعني ما احنا سيدي الولي المشكله وين راهي احنا المشكله غاضونا فلاحه خدموا كنت راح تخرج دوك معاهم تسيب سلعتهم ما صابوش لمن يبيعوها وما صابوش على البصل 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 هو اللي راه حساس البطاطا لا البصل خاطر البصل اللي راه نقص يعني راحوا استثمروا فيه بزاف راه قالوا لي كيلو وقيله خاطر عليه البصل استثمروا باسكو البصل هذا يجي غير من الصيف للصيف القله تاع الصيف سي طادير لازم يكون الفارغ هذاك تاع العام كامل 8 شهور 9 شهور لازم يكون مثل غرف التبريد هذو اللي يضمنوا صحيح اللي يضمنوا كيما نقولوا الفراغ هذه وحده الفلاحه على كل حال واش شفت انا كذا والله الا غاضونا مساكين الكيل اللي يضرك ب 1000 فرنك ما باعش واحد ب 1000 فرنك 800 فرنك وما ربحش سي طادير يتاسف العام الجاي بالك ما يخدمش وحده ثانيا معرضين للاتلاف دايرين سلعتهم على برا وقاعده يدير لها باش كاين نهار السمس تطلع عليها نهار البرد نهار كذا قادر تشد له شهرين ثلاثه قادر تشد له قادر اسبوعين شهر تروح له هذا متاسفنا فيه في النظر لا مش انا ما نقولكش تاسف هذا هو البارادوكس الفلاحة يعني نقول لك العام اللي فات رمضان الكيلو شرينا ب 30,000 نعم سيدي الوالد ايوا علاه لان فيها قله الانتاج شوف. يعني راهي عام بعام دوك العام هذا فائض العام هذا العام اللي فات نقص والعام هذا ممكن نقص البطاطا اللي قلنا نظام واحصاء هو ريغولير مارشي نظام واحصاء نعرفوا الاستهلاك طح. نعرفوا واش راه يخرج ونعرفوا التخزين الدخل هذا يقول دائم على المشكل تاع البصل إيه؟ البطاطا كيفاش راه السوق تاعها الان البطاطا سيدي الوالي انا كي ندخل في سوق ندخلوا ندقوا مليح ونفهموا زين نشوف حنايا واش راه لاش انا كيف راه رايحين نخدموا حنا رايحين نخدموا بدراسه حقيقيه الولايه تشلف وين تخرج بطاطاها عين الدفله وين تا افلو وين تا واتسو وين تا اضرار وين تا مسغالي وين تا كاين واحد كاين دائما ديكالاج بيناتهم كاين لا سيزون لا ريال كاين لا سيزون لا ريال بارك الله فيك لا سيزون لا ريال سيزون حنا نفهموا كاع حد لازم نفهموها وراح ندير خاليه هنا ديك منا واش ندير الخاليه هذه كيما شغل بورس تتصل بالكاع بالفلالح وين كاين اضرار تيمي وقروت كاع وين الصحراء من هكذا باه تولي تنجم تعرف روحك واش تخزن واش تشد صح هذا هو البروفيسيوناليزم هذا هو الماناجمنت لانه يعني مناك يدير الماناجمنت في الفلاحه هذا وراه قال تخدم على حساب لماذا؟ لماذا؟ من اجل ريغولاريزي المارشي وتقديم السعر السعر يعني في المنتلى والجميع دوك انا كيما نقولوا الخضره انا عليك شوف درت انا شومبر فرواد ودرت ان سوبر مارشي هنايا من اجل على واش؟ لاكتيفيتي كوميرسيال المارشي كشغل هذا ديتاي ماشي كرو ديتاي عندي كوغطا صاي كوغطا مريقدين ديتاي علاه درتون علاه درتو اش درت انا نقدر الشيء اللي عمرته دوك تاع البصل هذا نقدر القدوه من قد 10 ايام شهر نبيعو كومبلي بصح لا انا خزرت واش راك ندير الهدف تاعك سيدي الوالي درت لا سيرفاس كونسوماتور والمنتوج هذا يخرج تدريجيا هذا كان بري دو كرو لا بيرمانون او بيرمانون بيان سور لي ديتايون بيان سور بيان سور طريق وطني رئيسي بارك الله فيك يعني الان يعودوا يجيو من والله الكونسوماتور ديريكت هذا 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 بالنسبه ان شاء الله يكون دائم يكون لا سيدي احنا شوف احنا سي محمد احنا والسي الحاج جلول يعرفنا الله يبارك لا احنا احنا عائله احنا عائله ثوريه لا سمعتكم وحنا عائله على بالك قالوا لك دير فلاحه فيها ضرار هاني دير فلاحه ربي يبارك لك فيها